في الرياضة أيضا اختتمت فعاليات الدورة الكروية رمضان فوت التي نظمتها جمعية لاراديوز بوهران، والتي تميزت على غير العادة بمشاركة لاعبي كرة اليد القدامى لمولودية العاصمة ووهران. والتغطية لأبو القاسم بالقاضي. الجديد ضمن الطبعة الكروية الرمضانية لجامعة راديوز بوهران برمجة لقاء في كرة اليد للمرة الأولى جمع العديد من العناصر اللامعة في هذا الاختصاص. اللقاء استحسنه الجمهور والأسرة الرياضية. وهذا شهر رمضان الناس يجوا مور الفطور يتفرجوا الفوتبول، دونك بدلنا لهم شويه، درنا لهم ماتش دو هاندبال و سي تري بيان بور لي جون ميم بور الناس باش يشوفوا ثاني لي هاندبال اللي كانوا يشوفوهم افون يشوفوهم سيغ بلاس. عندي حوالي اكثر من 15 سنه ما تلاقيتش بلاعبين، هذا حاجه تفرح بزاف. الفرصه سمحت للاعبي الامس من تقديم عروضهم الفنيه ولقطاتهم الشيقه التي امتازوا بها خلال مسيرتهم الرياضيه. حتى الجمهور هنا تاع كره القدم كان بزاف اللي كانوا يتبعوا كره اليد، بصح نساو هاد اللاعبين اللي صنعوا كرة اليد هنا في الجزائر. هنا وين الناس هادو يعاودوا يشوفوهم ويعاودوا يتعرفوا على هاد اللاعبين. قصر الرياضة لوهران أثر عليا تأثير كبير، فكرني في مباراة قوية بين المولوديتين، فيه تاريخ، فيه لاعبين، فيه أشياء كثيرة وكبيرة. وكعادتهم قدم قدماء لاعبي كرة القدم مباراة صفق لها الجمهور الحاضر الذي تمتع باللقطات والفنية. المباراة جمعت عناصر من مختلف الأندية الكروية. ماذا بينا احنا كاع بالرياضات ماشي غير كرة اليد، كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كاع احنا ماذا بينا يجمع كاع الرياضات في مدينة وهران. شهر رمضان هذا في جهد كبير قاموا به الجمعية جمعية راديوز، شي رانا نشوفوا فيه بعض اللاعبين بانوا وظهروا، نشوفوا من سياسيين من كل الشخصيات اللي حضرت يعني، وهذا شرف كبير لنا والعالم الكبيرة يعني والكاملة لرادياز اللي أعطت الكثير يعني، هنيئا ألف مبروك. المباراة النهائية نشطتها الفرق المتصدرة الترتيب بعد سلسلة المباريات التصفوية طيلة الأيام الرمضانية. كانت المقابلة مليحة بزاف والحمد لله ربي وفقنا، وكنا زوج لي دو زيكيب كنا ملاح اليوم وربي وفقنا ربحنا اليوم. الحمد لله يا ربي احنا وفقنا وصلنا الفينال وما كتبناش ربي ندوها، ونتمنوا العام الجاي ان شاء الله نكونوا فيها. رانا جد مسرورين، كنا نسمعوا مبادرات ودورات على المستوى الوطني، هذا شيء فرح. رانا فرحانين كنا نسمعوا عمليات تضامنيه للاعبين والرياضيين القدامى. ان شاء الله احنا نتمنوا بفضل يعني الملعب الجديد تاعنا وكذلك المنشات الجديده اللي استفادت منهم جمعيه راديوس، باش ان شاء الله نزيدوا ندعموا ونخدموا كره القدم الجواريه والرياضه الجزائريه. كل اخذ نصيبه من هذه الدوره من حيث الترفيه والفرجه. وكعادتها وفي اطار عملها الخيري وقفت الجمعيه مع جمهورها العريض بجانب عائله ذهب ولدها العامل ببلديه وهران ضحيه ارهاب الطرقات بقلب المدينه اثناء تاديته للواجب.